الرعب في الفيديو جيمز غالبا بيبقى جيمك. في ألعاب بتخليك هيلبلس من غير أداة تدافع بيها عن نفسك، وتجري وراك وحوش وناس كل غرضهم منك إنهم يسفكوا دمك لغرض التنشن والأدرينالين، ألعاب زي أوتلاست وأمنيجا. وفي نوع بيديك أداة تحارب بيها، بس في نهاية اللعبة أنت بتكون فورس أوف نيتشر وتهزم أي وحش مخيف مفيش ثواني، ألعاب زي ريزيدنت إيفل أو ديد سبيس. معظم ألعاب الرعب بتدور على ده، لأن الميزة في الفيديو جيمز عن أي عمل فني تاني زي الأفلام أو الرسومات أو الأغاني هي الانتراكتيفيتي، وده ممتع بس لازال جيمك. زي بيوت الرعب في الملاهي، هتخش عشان تتخض وتخرج تقول It was fun. بس إيه اللي هيحصل لو بيت الرعب ده أنت دخلته ولقيته بيواجهك بأزمة أنت مريت بيها في حياتك، أو بحادث مشابه، أو حقيقة أنت خايف تواجهها؟ هتخرج منه عامل إزاي؟ كلام عن سايلنت هيل بحب أبدأ بمثال تخيلي للشخص اللي بكلمه. تخيل مشاهد في فيلم، في مكان ما فيهوش غير البطل لوحده، ضلمة، ولو لقى كشاف المدينة ضبابية ومهجورة، ولو دخل مبنى الحيطان في المبنى شكلها عبارة عن مزيج بين الصدى والدم، تحس انها كانت حية وبتنزف، وفوق كل ده في وحوش بتجري ورا البطل شكلها كده. ثم وريتك المشهد ده من غير صوت او كونتكست وقلت لك تخيل المزيكا عاملة ازاي، ممكن تتخيل مزيكا مرعبة ومزعجة، ومن منظور رجعي انت مش غلط، لكن انا هسمعك المزيكا بتاعت المشهد ده فعلا. تراك مزيكا واحد، سايلنت هيل غيرت منظوري الشخصي عن الرعب للأبد. سايلنت هيل مش مجرد مدينة مهجورة فيها وحوش، هو تساؤل عن إيه اللي هيحصل لو مدينة في الأرض بتجسد جحيم كل إنسان، وكل جزء بيتكلم عن ناس مختلفة بتفسير مختلف للمفهوم ده. اللي بيفرق السلسلة دي عن سلسلة زي Resident Evil بالرغم من الجيم بلاي متشابه من ناحية الميكانيكس هو السبستنس، بينما كانت الوحوش بتاعت الرعب عبارة عن زومبيز أو عفاريت بسبب مرض انتشر أو طقوس شيطانية جابتهم من عالم آخر، هنا الوحوش طالعين من الجانب المظلم للشخصية الرئيسية. كل وحش من الوحوش اللي بيواجهها الشخصيات الرئيسية عبارة عن تجسيد رمزي لمشاعرهم المدفونة وأزماتهم النفسية والتروما اللي في حياتهم، ومرسومين بعناية من المبدع مساهيرو إيتو. وبداية من الجزء الثاني الأفكار كان مبحوث عنها بعناية من كتب علماء نفسيين مؤثرين زي كارل يانغ وسيجمند فرويد. فمثلا الجزء الثاني بيحكي عن جيمس اللي مراته ماتت بمرض ما من 3 سنين، بيلاقي رسالة منها جاية له بتقوله إنها مستنياه في سايلنت هيل. جيمس في رحلة بحث عن مراته وعن ذاته في نفس الوقت. الوحوش اللي بيواجهها مجسدة في مرض مراته وعلاقتهم اللي ابتدت تكون سامة قبل موتها،
وكبته العاطفي والجنسي اللي جاله والإنكار اللي هو فيه عن موت مراته أساسا. أكبر مثال شخصية بيراميد هيد اللي هو بقى رمز للسلسلة، هو تجسيد مادي لإرادة جيمس إنه يعاقب نفسه عن الذنب اللي هو حاسه تجاه مراته. ده بيكون وحش اندستركتبل، والفكرة لما جيمس بيواجهه المعركة بينهم ما بتخلصش، بل بتفتح لجيمس الطريق لمعرفة حقيقة وجوده هنا أساسا. أو الجزء الثالث اللي ظاهريا بيحكي عن بنت مراهقة بتطاردها واحدة مجنونة بتقول لها انت حامل وهتخلفي إله وهتبني جنة أبدية، بس باطنيا هي قصة عن بنت مرعوبة من فترة بلوغها ورعبها من تغيراتها الجسدية وخوفها وعدم ثقتها في الجنس الآخر. هيذر ميسون طول اللعبة خايفة من نفسها لما تكبر، وخايفة ان الآلام دي تخليها شخص سيء، وطول القصة بنشوف حاجات نقية بتتلوث، الحيطان بتتحرق بدم الهيذر كناية عن تصورها لفكرة الدورة الشهرية والحمل والإنجاب. معظم وحوش الجزء الثالث بيشبهوا الأجنة والأعضاء التناسلية المشوهة، وحقيقي الأجواء في الجزء ده كناية كبيرة عن الرعب اللي بيواجهه النساء يوميا في حياتهم. أنا ممكن أفضل أتكلم عن الأجزاء كلها باستفاضة وحقيقي مش هزهق، بس مش هو ده الغرض من الفيديو. الفكرة إن انجذابي للسلسلة مش بس إن اللعبة كونسبتشوالي عظيمة، بس الشخصيات ريليتابل. ديزاين جيمس أو هيذر مش فلاشي ومش بيرفكت، بل هما بني آدمين عاديين زيهم زي أي حد بنشوفه في الشارع، ما بيمتازوش بأي شيء غير شخصياتهم اللي بنكتشفها معاهم في رحلتهم، زي أي حد جديد إحنا لسه عارفينه. وعامل الريليتابيليتي ده بيخليني أفكر إيه اللي هيحصل لو أنا في سايلنت هيل؟ الوحوش اللي هواجهها هتكون عاملة إزاي؟ هل هواجهها فعلا ولا هتنتصر عليا؟ هل هطلع منها بالسلام النفسي اللي أنا نفسي فيه؟ ولا هغرق في أعماق مخاوفي ومشاعري؟ والإجابة ضباب. سايلنت هيل مش مكان بل فكرة احنا بنعيشها يوميا، بنعوز نروح لها ونضغط فيها في أيام قوتنا، وفي أيام انكسارنا بنكون عايزين نهرب منها. والفكرة دي حتمية، دايما الرعب الفعال بيكون من المجهول، ومفيش مجهول احنا بنقابله يوميا أكبر من المستقبل، وده اللي بيخليني كحسن ما نمشي ليالي. صباح الخير او مساء الخير، انت بتتفرج امتى؟ whatever. انا بس عايز اتكلم على حاجة اوف سكريبت شوية. انا لو هنزل فيديوز تاني، انا الفيديوز دي هتبقى حاجة كلها ديبلي بيرسونال ليا، يعني انا سايلنت هيل حاجة بيرسونال ليا من منذ المراهقة يعني. كوني بعمل عنها فيديو ده دي حاجة بالنسبة لي كبيرة، وحاجة انا بحاول ان انا اقيم ليها بقالي سنين، بس انا ما كنتش عارف اقيم ليها بانه شكل بالاشكال لحد ما لقيت طريق. المهم انا الفيديو ده ممكن يكون ابيت ميلانكوليك للناس، لبعض الناس، which is fine. النهاية خصوصا which is fine، بس انا عايز اتكلم على حاجة. لكل حاجة انت بتخاف منها هو في الكاونتر بارت بتاعها، تمام؟ والكاونتر بارت ده بيكون عامل زي سلاح رادع للفكرة اللي انت بتخاف منها دي. يعني انا مؤمن بان احنا بنعاني جوه افكارنا اكتر ما بنعاني في الواقع. احنا عندنا ده مساوحاتي، وامر الواقع ممكن يبقى ابسط مما تتخيل. فده بيخفف بالنسبة لي فكرة ان المستقبل فيج، يعني لان يعني sometimes it's just اللي هو يعني it is what it is، احنا مش هنعرف نعمل اي حاجة تانية، يعني هي هتفضل كده، الدنيا هتفضل كده. بس فأهم حاجة ان احنا نتقبل حاجات زي كده ونسامح نفسينا،
ومسامحة النفس دي أنا كنت أنا يمكن لازلت شايف إن هي أصعب حاجة، بس بمجرد تحقيقها في حاجات كتير هتتحل، في حاجات كتير جدا هتتحل. وبس أنا بس يعني حبيت إن أنا أتكلم على الحاجات دي. أتمنى لكم كل حاجة كويسة. وبس إن شاء الله لو هعمل فيديوز تاني، أنا مش هنزل حاجات اللي هو بشكل consistent، أنا هنزل فيديوز بشكل اللي هو لما أكون عايز أعمل فيديو يعني، فاهمين؟ ما اعرفش بقى اللي هو ده ممكن يكون امتى، ممكن يكون كمان شهر، ممكن يكون كمان شهرين، ممكن يكون كمان 6 شهور، مش عارف. بس whatever ايه اللي انا عايز احس، اللي انا حسيت ان انا عايز اتكلم عليه، سواء افلام او العاب او رسومات، هتكلم عليه يعني. الموضوع بياخد وقت. و anyway شكرا على انكم اتفرجتوا على الفيديو ده، وشكرا ان انتم ضيعتوا وقت 3 دقايق ولا 4 دقايق زياده على حد قاعد بيتكلم. بس سلام.